رحبي سيدي الرئيس، تشرفوا بالتدخل في تفسير التصويت بعد المصادقة على مداونة الشغل. أولا أتأسف لأسمع خطاب المعارضة قد تغير بشكل جذري، كما أسمع أن الأغلبية تقول بأن الأغلبية والحكومة هي التي أنجزت هذا الإنجاز، وهذا إنجاز عظيم لم يسبق له أن أنجز في المغرب، وسيقدمنا إلى الأمام وسيشاركنا مع الخارج. إن المعارضة قد فهمت المغزى الحقيقي من إصلاح هذه المداونة. لماذا؟ لأن المعارضة شاركت في الموافقة عليها وصوتت على أغلب فصولها، لا لأنها تعتبرها إنجازا عظيما، لا، لأننا نريد على الأقل أن تبدأ الخطوة الأولى في المداونة، لأن المعارضة لا تريد عرقلة العمل الحكومي، لأن هذه الحكومة أظهرت وأبادت عن ضعفها أمام النقابات، وأن النقابات فرضت ما تريد داخل هذه المداونة، ونحن لسنا أغبياء ألا نفهم ما فرض من طرف النقابات وما تنازلت عليه الحكومة، فتنازلت حكومة أكثر بكثير مما تنازلت عليها النقابات. إن الأغلبية تتباهى بأنها أخرجت هذه المداونة، وأقول أن الأغلبية عليها أن تستحي، لأنها لم تخرج مداونة في مستوى المغرب الحالي، لأن المغرب الحالي محتاج للاستثمارات الأجنبية، وهذه الأغلبية أو هذه المداونة لا زالت تسد الأبواب على الاستثمار الأجنبي وحتى الوطني. وحتى لا أطير، أعطيكم مثالا واحدا من هذه المداونة. هناك فصل يقول على كل مؤسسة تشغل أكثر من 10 عمال أن تضع قانونا داخليا بالاتفاق مع النقابات. ماذا يعني هذا؟ أن كل مشغل صغير ولو ب10 عمال تجيء النقابة وتطرق أبوابها وتقول نحن طرفون معك، مع أنه لحد الآن كنا نترك حرية الشغل ونفرض بعض الأمور، ولكن ليس النقابة أن تفرض كل شيء على كل مغربي. أن النقابة يمكن أن تكون في المؤسسات التي تنظم نفسها، لأن كنا نعرف أن تكوين النقابات كان يكونها المشغل لينظم العمال وليجد مخاطب، والآن أصبحت النقابة هي طرفون في التشغيل وفي العمل وداخل المعمل. تصوروا من أراد أن ينجز معملا صغيرا فيه 20 عمالا وتجي النقابة وتقول له نحن المخاطب، وإن كان عمالك لم ينخرطوا معنا فنحن كنقابة لنا الحق للاطلاع على قانونك الداخلي وعلى ما تقوم به وعلى ما تسير وتسير. وهذا أخاف أن يقضي على المؤسسات الصغيرة، وأن لا يتجرأ أي مغربي لفتح معمل صغير أو مقاولة صغيرة. وأتوقف هنا وشكرا.